الرحيم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كما راكم تشوفوا هنا عندي هذه الأغطية تاع العلب بالطماطم والمعجون وما شابه ذلك، وعندي أيضا عبوات الصباغة لوريال أو أي ماركة أخرى. هذه العبوات فارغة، هذه كلها معادن. هنا إذا تتذكروا هذا غطاء علبة الشوكولا الحديدية اللي نزحتها مرميتهاش، وعلب الطماطم كما قلت والمعجون. تلقاو فيها يعني ألوان، فيها اللون البرونز، اللون هذا الرايح البرونز الخفيف، واللون الجميل هذا اللون النحاسي. الخمسة اللي شفتوها فوق المفرش تاع علبة البقالات خدمتها من واحد كيما هذا، وزينتها بالعقاش. هذا ايضا ممكن استخدامه من هذه الجهة. انا اليوم راح نوريكم يعني خامسة اكبر من التي استخدمتها في مفرش علبة البقالات. نظف الغطاء جيدا، انزع هذا المفتاح، حتى هذا المفتاح عنده إعادة تدوير كي تكون عندكم مجموعة كبيرة. نحاول نمدد هنا الجهتين جميلة، لكن هذه الجهة يعني أجمل. هذا الشكل عندي هذا الكرتونة اللي نقلت فيها خامسة كبيرة، قادرين نديرو كل الأشكال، خامسة صغيرة مثل اللي درتها في المفرش، وخامسة كبيرة قادرة إذا ممكن يعني نديرها هنا. لا أظن يعني أدخل ورقة وأحاول أن أنقل داخل اليد هذه حتى أتمكن من ديزاين حسب مساحة الحديد اللي عندي هنا أو مساحة المعدن. تابعوا. عند قص الخامسة حذاري من جرح الأصابع، يعني تكونوا حذرين ويقظين. استعمال تاع المقص يكون استعمال المقص المدبب الصغير الخاص بالسكاي، لازم يكون مدبب من الأمام. دائما أرحب بالمشتركين الجدد، وأتمنى منهم تفعيل الجرس والبارتاج وتعليق، ويعني ما تنسوش اللايك. اللايك أيضا يدعم القناة إذا كنتوا فعلا تودون أن أواصل معكم في هذه القناة. يعني إذا كنت تريدون متابعة الفيديوهات، يعني تريدون أن أتمم فيديوهات هذه الأشغال طيلة شهر رمضان، ما عليكم سوى ترك تعليق. فيما يخص الوصفات
وصفات الطبخ أنا لا أحبذها كثيرا، لأن اليوتيوب معمر بها، مليان بها، رغم الآلاف والآلاف إن لم أقل الملايين من القنوات خاصة بالطبخ. فلهذا أنا أود أن أنقل إليكم الأفكار الخاصة بالأشغال اليدوية والفنون الجميلة. انتقلت هنا إلى المعدن الثاني واللي خاص بعبوات الصباغة. بعد فتحه وتنظيفه أقوم بعملية تمديد بقلم يكون حجم كبير. هنا أنا محتاجة أن ندير فيهم يعني كتابة كتابة بالفرنسية، بالأحرف الفرنسية، كافي سوكر إيتي، لكن الحروف اللي عندي في الورقة كبيرة على الحجم اللي استخرجته من المعدن، فلهذا سأكتب يعني بيدي دون أن أنقل. محتاجة 3 مخطوطات، المخطوطة الأولى سكر، الثانية كافي، والثالثة تي، حتى ألصقها على علب المطبخ. أنا هنا عندي علب تاع مطبخ صبغتهم بالأسود بعدما كان اللون تاعهم أخضر تقريبا، غيرت الشكل تاعهم للشكل اللي راه دارج الآن. هنا خطأ، هنا كما راكم تشوفوا غلطت ونقلت من اليسار إلى اليمين، هي لا من اليمين إلى اليسار، مقلوبة طبعا. انظر كلها مقلوبة من اليمين إلى اليسار. طبعا المعدن يكون مقلوب عند نقل أي شكل تريدونه. هنا أشكال أخرى، أشكال تاع أوراق وبتلات الوردة، يعني هنا ما بقاليش بزاف العبوات، بقالي هذه فقط. راح نوري لكم نموذج صغير من الوردة، لكن لازم بتلات يكونوا أكثر من 10، هنا عندي فقط 4 بتلات، لهذا الوردة هنا صغيرة يعني لا يظهر الحجم تاعها جيدا. أنا فقط أريد أن أنقل إليكم الفكرة. باختلاف أو نعم باختلاف المعدن علب الطماطم، المعدن تاع العبوات الصباغة مرن وسهل القص، يعني اختلاف كبير في القطع، كأنك يعني تقطعي في ورقة عادية، ليس مثل أغطية العلب المعدنية. لكن فيما يخص العلب المعدنية تبقى صلبة وتبقى يعني ثابتة، المعدن تاعها رغم أنه قاسي لكنه يبقى معك لوقت أطول، حتى عند الشغل لا يتأثر بالشغل اللي تديريه فيه. هنا ثبت الكتابات 3 بالسيليكون على العلب، روحوا ثبتوا 5 الكبيرة على هذه القفة. هذه القفة ما كانتش قفة، هذه قفة استخلصتها من قبعة رجالية كانت تمزقت من الأمام، قصيت الجزء الأمامي واحتفظ بهذه القبة تاع القبعة، درت لها هذاك كما راكم تشوفوا اللامي الذهبي على الحواف،
فقط بالسيليكون، ضفت لها هذاك الجالون كان عندي، والآن راني ثبت في الخامسة وزدتها بعض أستراس. روحوا الفكرة الثالثة، عندي هنا علبة برينجلز خاصة بالبطاطس، نغلفها بقطعة ستيكر. اللي ما قدرش تغلفها بقطعة ستيكر قادرة تصبغها صباغة بيضاء أو صباغة ذهبية أو كما تريد. أنا حبذت التغليف أحسن، حتى يعني لو كانت غلفوها بالقماش أيضا أو بالدونتيل تكون أجمل، لكن إذا غلفتوها بالدونتيل لازم تصبغوها قبل، لأنها راح يظهر الكتابة اللي عليها راح تظهر من خلال الدونتيل. هنا بعد ما ثبت الستيكر عليها راني نخرج في الهواء بقطعة بلاستيكية، حاول إخراجه. ستيكر ما وصلتهاش عند الأمام تاع العلبة، لكنني وصلته تحت العلبة هنايا كما راكم تشوفوا. الباقي قصيته ورجحته للقاعدة. القاعدة راح نغلفها بقطعة سكاي فضية، أي سكاي عندك. هنا راني نشوف الحجم الصورة اللي راح نحطها. الصورة راح ندور عليها بال يعني على الإطار تاعها بالجيبيغ، القعلر يعني الجيبير اللي استعملتها هي ماهيش من النوع العريض، هي من نوع 1 سنتيمتر أو 1.5 سنتيمتر، يعني ما تستعملوش الجيبيغ العريضة. اللصق يكون بالسيليكون فقط. الصورة لصقتها بالغراء الأبيض الخاص بالورق. نضيف لها هذه الحبيبات من الجهتين. الستايل هذا اللي راني ندير فيه العلبه هو ستايل تاع او ستايل تاع شابي شيك، شابي شيك الغربي. يعني الغربيين يستعملوه بزاف يعني في العلب الذكريات وعلب الخاصه بصورهم وبحاجاتهم الخاصه. انا هنايا مزجت ما بين الستيل الشابي شيك والستيل الثقافه الاسلاميه الخاصه بنا، بما ان شهر رمضان حل، فيعني ارتأيت ان اصنع علبه للشموع خاصه بالعائله او بافراد العائله، وقادرين نديروا فيها ايضا بخور او ما شابه ذلك. انا هنا راح نستعملها للشموع واعواد البخور. يعني انتقلت الى الغطاء دائما مع غيبيغ قليلة السمك والعرض. نغلف الغطاء، راح نضيف قطعة اخرى من الجيبير وسط الغطاء، ثم وردة لأكمل هذا التزيين.
هنا سأستعمل القلم الحراري لو ستيلو تيرميك، أنا أعرف أنه غير متوفر، يعني تقريبا غير متوفر في الجزائر. مسكت يعني ورق الفويل ثبتها بالشريط اللاصق، وأحاول يعني كتابة رمضان أحلى مع عائلتي. طبعا الخط تاعي ليس يعني ليس بالخط المنسق، أحاول فقط. قادرين تستعملوا مكان هذا القلم أي قلم آخر، أو تطبعوا الورقة كاملة بالكتابة. هنايا هذه هي العلب، علب المطبخ، علب خاصة بالقهوة، القهوة والشاي والسكر. صنعت لها هذا السيبور، كما كنتم تشوفوا هذا ينباع ليس هكذا، لكن أنا ضفت له قوالب السيجار هذيك، درتها كأرجل وصبغتها ذهبي. الشكل تاع العلب هذا راه طوندونس بزاف، راه على الموضة، الأسود بالذهبي. العلب كما قلت هنا كانت تقريبا خضراء. عندي علب أخرى كانت بلون المعدن الأبيض، يعني بدأت تصدر، راهي عندي في 10 سنوات أو أكثر. تكسر منها واحد، كما كنت تشوفوا عوضته بعلبة نيتيلا أو ببلارة نيتيلا الزجاجية. صبغتهم أسود ودرت لهم ترخيم بالذهبي. علبتنا للشموع هذه هي، ولا أجمل، رائعة جدا، يمكن حملها كما ترون، أنيقة. هنا حطيت فيها بخور العود، ما عنديش بزاف، عندي عودين فقط، والشموع بأفراد العائلة. بأسماء أفراد العائلة. هنا هذه القفة الصغيرة، هذا اللي راكم تشوفوا فيه لتحت هو كراكو، أول كراكو يعني خدمته وأنا أدرس في المركز الخياطة الجاهزة والخياطة التقليدية. هذا أول تطبيق لي في الكراكو، هو لطفلة من 5 سنوات إلى 10 سنوات. أتمنى أن الفيديو نال رضاكم، ما تنسونيش بالبارتاج واللايك.